حط النائب السابق فارس سعيد صباح الاثنين في قصر العدل ببعبدة لحضور جلسة التحقيق الخاصة به بعد أن رفع حزب الله ممثلا بالنائب إبراهيم الموسوي دعوى ضده بتهمة إثارة النعرات الطائفية والحض على النزاع الطائفي وإثارة الحرب الأهلية. وصل سعيد إلى قصر العدل الذي شهد وجود عدد كبير من الداعمين له، إضافة إلى النواب السابقين مروان حمادي، منصور البون وأحمد فتفت، والوزير السابق بطرس حرب الذي دخل مع سعيد إلى جلسة الاستجواب. هي وقفة وطنية، دليل أن ليس في كلام دكتور فارس أي نزعة طائفية أو نزعة فتنوية كما دعا حزب الله، بالعكس هي وقفة وطنية شملت جميع الأطراف التي تؤمن بسيادة واستقلال هذا البلد. وقد شهد محيط قصر العدل تظاهرة داعمة لسعيد ومناهضة لحزب الله ولما سموه الاحتلال الإيراني. أنت الذي هددت السلم الأهلي بغزوتي عين الرمانة وسبعة أيار وقمصان كسود، أنت الذي تتبجح بامتلاكك 100,000 مقاتل و 150,000 صاروخ كرسائل توجهها إلى الداخل قبل الخارج. ولم تعقد جلسة الاستجواب بسبب إضراب القضاة المساعدين وأرجئت إلى موعد لاحق قبل أن يخرج سعيد من الجلسة ويؤكد الماضي في الدفاع عن لبنان. اليوم حضرة القاضي، وأنا طبعا بحترم هذا الرأي، عم بيقول أنه في إضراب للكتاب وبالتالي بده يؤجل الدعوة أو الجلسة إلى موعد لاحق. لفت الانتباه بس بأنه الصفة يلي مدعي علي منا صفة عادية، مش مختلف أنا وياها على حسبي أو مختلف أنا وياها على شيك، في خلاف سياسي ببلد متفلت أمنيا، ببلد في خطورة علينا جميعا. وأنا لفت انتباه حضرة القاضي بأنه ما يكون هذا التأجيل تأجيل طويل المدى، لأنه نحن منخاف أنه بهذه المرحلة يحصل أي حدث أمني. نحن حضرنا اليوم في دعوة مقلوبة، الدنيا مقلوبة، مدعى على الدكتور سعيد بأنه هو عم بيثير فتنة في البلد وعم بيخرب البلد. من قبل مين؟ من قبل حزب مسلح منه موجود قانونا، وهو بالطبيعي عم بيجر لبنان لحروبهم العليا فيه. وبعد مغادرة سعيد وقع إشكال في أثناء توجه المحامي رضا مرتضى الذي تقدم بالدعوى ضد النائب سعيد إلى سيارته، وعمد المحتجون إلى إطلاق شعارات تتهم حزب الله بالإرهاب قبل أن تركل سيارته، وتتطور الأمور إلى أخذ ورد بين الطرفين قبل أن تتدخل عناصر من قوى الأمنية ويغادر مرتضى المكان. أنت إرهابي، والمثلك إرهابي، والمثلك إرهابي، عشان تحكي عشان عم نعود نحكي لأنه خايفين من الحق، خايفين من العدالة، ما بدهم قضاء، قضاء إذا بينسبهم بدهم إياه، إذا ما بينسبهم ما بدهم إياه، بدهم يدعوا ويألفوا قصص، وإذا لجأنا للقضاء بيهربوا بيخافوا، هيدول هن، قتلتوا الكل، قتلتوا الشعب اللبناني، دعمتوا داعش، هيدول الشعب اللبناني، مزبوط، طلعنا عرسال وقلنا في داعش، مش هيك؟ يا عيد الشوم عليكم كلكم سوا إذا في كرامة البلد. إذن جولة قضائية أولى بين النائب السابق فارس سعيد وحزب الله، جولة ما إن بدأت حتى انتهت بسبب الإضرابات التي تشل القضاء اللبناني وعمله، في انتظار ما ستؤول إليه الجولات المقبلة.